عقب افتتاح عددا من مشروعات مصر الرقمية، السيسي يشدد على أن بناء الدول يحتاج لفكر متميز وصبر وتضحيات كبيرة. حجاج بيت الله الحرام يتدفقون إلى منى لقضاء يوم التروية. استقالات جديدة داخل الحكومة البريطانية، ووسائل إعلامية تقول إن جونسون سيتنحى عن قيادة حزب المحافظين. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية مفصلة من قناة النيل. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن بناء الدول يحتاج لفكر متميز وصبر وتضحيات كبيرة. جاء ذلك عقب افتتاحه عددا من مشروعات مصر الرقمية. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا منا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة، وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري، على بركة الله أعلن الإطلاق الرسمي لمنصة مصر الرقمية. بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصة مصر الرقمية، تسدل مصر الستارة على التعاملات الورقية وتضع أقدامها في مصاف الدول التكنولوجية لتدخل عصر الذكاء الاصطناعي بقدرات تكنولوجية غير مسبوقة في تاريخ البلاد. بنية تكنولوجية عالمية انجزت خلال السنوات الخمس الماضية بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه. والله العظيم لو اتوجد 100,000 دارس عندهم المقاومات دي لاصرف عليهم 10-12 مليار جنيه في تعليمهم. انا بقسم بالله، هاتوا 100,000. وخلال حفل تدشين منصة مصر الرقمية، أشار الرئيس إلى ضرورة تغيير ثقافة التعليم عند المصريين ليتحول إلى العلم والتكنولوجيا المتقدمة بدلا من الحصول على الشهادات فقط، خاصة بعد أن تم إنشاء 40 جامعة و400 كلية جديدة في مجالات علمية متقدمة. عليه مسؤولية مننا كلنا، من الحكومة، من الإعلام، من الأسر، عشان نبقى فاهمين ان احنا عندنا فرص حقيقية وممكن نكون ماشيين في مسار بنتعلم بيه، ولكن التعليم ده ما بيحققش المطلوب. يسمح لي الدكتور خالد اتكلم عن الجامعات اللي احنا عملناها في هذا المجال خلال ال3 سنين اللي فاتوا، حجمها بما فيها الجامعات الأهلية، ثم حجم الإقبال اللي احنا شفناه. اتفضل. احنا فندم في هذا السياق طبعا احنا فتحنا حوالي 18 كلية معنية بهذه التخصصات الحديثة في من الجامعات الحكومية، والمعني بها كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسبات، سواء في كلية العلوم او في كلية الحاسبات والمعلومات او في كلية الهندسة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الجديدة، جامعة الجلالة وجامعة سلمان وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة أيضا العالمين الجديدة، كلها فيها كافة هذه التخصصات. ننتظر في خلال 3 سنوات من النهاردة عند تخرج هؤلاء الطلاب أن يكون هناك كتلة حرجة من الطلاب المصريين القادرين على التعامل مع كافة هذه التخصصات. نماذج الشباب المشرفة والناجحة تكنولوجيا حظيت باهتمام القيادة السياسية، حيث شارك الرئيس في جلساتهم الحوارية وطالبهم بوضع ورقة لآليات زيادة الاستثمارات في الصادرات الرقمية. ربنا وفقنا بالمجهود وابتدينا نكتسب ثقة عملاء مرة واثنين وثلاثة، اتفتح لنا مجالات كبيرة، كبرنا فريق العمل بتاعنا في سنة واثنين، الحمد لله اكتسبنا استثمارات خارجية أجنبية بعشرات ملايين الدولارات. احنا محتاجين ان القطاع ده يبقى رائد جدا في مصر، وان يبقى هو قاطرة زي ما انت ذكرت كده، زي ما حصل في دول كتير. بس انا ما عنديش الوقت الكبير قوي بتاع 30 40 سنة اللي انت بتتكلم عليهم دول. صحيح ما عنديش 30 40 سنة، انا عايز اعمل ده ما اعرفش ازاي في اقل مدة زمنية ممكنة. مش هقدر اقول ان احنا، لان ده علم وخبرات يعني ما حدش هيقدر يتجاوزها يعني.
وخلال كلمته كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حجم التطور المعلوماتي على المستويين العالمي والمحلي، حيث تعد مصر بوابة العبور لأكثر من 90% من البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، واحتلت مصر مؤخرا المركز الأول إفريقيا في سرعة الإنترنت بعد أن كانت في المركز 40. منصة مسجل عليها 5 مليون مواطن، خلال هذه الفترة تلقينا الكثير من الملاحظات وأصدرنا أكثر من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتأثير على السادة المواطنين. لدينا على المنصة أكثر من 130 خدمة حكومية نقدمها بالتعاون مع الجهات المذكورة أمام حضراتكم، وزارة التموين، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، اللي بتقدم هذه الخدمات على المنصة. كل هذه الخدمات مميكنة من الألف إلى الياء. وعبر الفيديو كونفرنس افتتح الرئيس عددا من المشروعات في البنية التكنولوجية في عدد من المحافظات، إضافة إلى 3 محطات إنزال بحري. أصبحت مصر اليوم بمنصتها الرقمية العالمية واحدة من كبريات الدول التي تنافس في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ليكون المستقبل في الجمهورية الجديدة بعقول وأفكار الأجيال الواعدة. محمد شلآمي، النيل. بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتدفق من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى لقضاء يوم التروية فيها، وقام مئات الآلاف من الحجاج في المسجد الحرام بمكة بأداء الطواف حول الكعبة، وبعد ذلك بدأوا في شق طريقهم إلى منى، حيث من المقرر أن يقضوا ليلتهم فيها قبل التوجه إلى جبل عرفات غدا لأداء الركن الأعظم من الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كأنك تسمع صوت من السماء. بهذه الأصوات الملائكية التي تدفقت من مكة المكرمة باتجاه منى لقضاء يوم التروية فيها، مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام قاموا بالطواف حول الكعبة في مكة، ثم بدأوا في شق طريقهم إلى منى، حيث من المقرر أن يبيتوا فيها قبل التوجه إلى جبل عرفات غدا لأداء الركن الأعظم من الحج، حيث سيقضون النهار قبل أن ينتقلوا لموقع رمي الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. إن الحمد والنعمة لك والملك لا. السلطات السعودية سمحت خلال موسم الحج هذا العام لنحو 1 مليون حاج تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا بأداء فريضة الحج هذا العام، بعد 2 عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء. ففي عام 2019 شارك حوالي 1.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في أداء فريضة الحج قبل ظهور فيروس كورونا، وهذا العام عاد حجاج الخارج الذين منعتهم الجائحة من حضور المناسك في العامين الماضيين. ومنذ بداية الوباء سجلت السعودية أكثر من 795,000 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 9,000 حالة وفاة، فيما تم إعطاء 67 مليون جرعة لقاح في البلاد. ويقتصر موسم الحج هذا العام على الحاصلين على التطعيم دون سن 65، ويتعين على القادمين من الخارج تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من موعد السفر. كما قالت السلطات الشهر الماضي إن الأقنعة ستكون إجبارية داخل المسجد الحرام. في سياق متصل، أنهت بعثة حج القرعة المصرية استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بصعيد عرفات الطاهر.
في اشتياق لاستقبال ضيوف الرحمن، تزين صعيد عرفات واكتملت الاستعدادات قبل ساعات قليلة من الوقوف بهذا الصعيد الطاهر. تشير اللافتات إلى أماكن خيمات حجاج القرعة اكتمل إنشاؤها وتم تزويدها بكافة وسائل الأمان والراحة للحجاج. وقد تفقد رئيس بعثة الحج المصرية هذه التجهيزات. الخيام كلها جاهزة، التكييفات جاهزة، المشروبات والموية الباردة، الأمور كلها جاهزة إن شاء الله. المواقف موجودة، زائداً سوينا خدمة إضافية، عندنا عدد 2 مشرفين باصات، لكل باص مشرفين، واحد يكون منتظر في الباص مع السواق والثاني يرشد الحجاج لين موقع المواقف. الحاجي ماخذ مساحة أكبر من المساحة اللي فاتت بحكم عدد الحجاج دي السنة أقل، ففي إضافات جميلة إن شاء الله. تجهيز جميع المخيم بما يتناسب مع الحجاج وراحتهم، كما قمنا بتعميد بتوريد أكثر من يعني مصادر اللي هي التبريد، الثلاجات والفريزرات والأمور دي كلها عشان تكون للحجاج. وفي منى حيث يبيت الحجاج بها أيام التشريق اكتملت تجهيزات المخيمات لاستقبالهم عقب النفرة، مع زيادة المساحة المخصصة لكل حاج، وتقدم وجباتنا على مدار اليوم وتأمين متكامل للمخيمات للتأكد من هويات المترددين عليها مع قربها من جسر الجمرات. المخيم مجهز من صفة بد ومخدة وغطاء وفرشة غطاء لنفس الصفة بد عشان تكون ناعمة. عند البوابة حيكون في حراس أمن للحفاظ على سلامة الحجاج من الدخلاء على المخيم، وحيكون في رجال البعثة المصرية أو أعضاء البعثة المصرية إن شاء الله معانا على هبة الاستعداد. خطوط سير محددة تقطعها حافلات حجاج القرعة في يوم التصعيد، وأماكن مخصصة بمحيط المخيمات للانتظار حتى النفر إلى مزدلفة ومنها إلى منى لضمان أداء المناسك في سهولة ويسر. نقف في رحاب عرفات الله، وقد اكتملت استعدادات بعثة حج القرعة لاستقبال الحجاج. هذا الصعيد سيزدحم بعد ساعات قليلة بأكثر من 1,000,000 حاج من مختلف بقاع الأرض، ترتفع حناجرهم بالتلبية والدعاء والحمد طالبين المغفرة من الله عز وجل، ويشهد السماء أنه قد غفر لهم. من صعيد عرفات الله، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، قامت البعثة المصرية للحج بجولة تفقدية لمستشفيات الأراضي المقدسة التي يعالج بها الحجاج المصريين. جاهزية تامة من قبل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالأراضي المقدسة لاستقبال الحالات المرضية من ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية لهم بشكل مجود. البعثة المصرية الرسمية قامت بجولة تفقدية بتلك المراكز والتي يعالج بها الحالات المرضية من الحجاج المصريين للوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم على مدار الساعة. 5 حالات فقط منومين في المستشفيات، 4 في مكة هنا وفي واحدة في المدينة. الحالات طلعنا بصينا على نظرنا الحالات وشفنا الرعاية الطبية بالجودة العالية للمستشفيات السعودية والمملكة بتقدمها لكافة الحجاج والحجاج المصريين، وطبعا بنشكرهم على يعني تقديم الخدمة الرائعة اللي بيقدموها لكافة الحجاج وبالجودة العالية ديت. الحجاج اللي هنا الاثنين المصريين اللي هنا موجودين هنا شفنا يعني نظرناهم دلوقتي حالتهم الحمد لله مستقرة، هم موجودين في غرف عادية، في حالة عنده كلى في عظمة الحوض يعني في الفخذ، الحالة الثانية هو مريض عنده يعني جلطة في المخ وكنا لسه عنده دلوقتي وبنشوفه، وإن شاء الله برضو إن شاء الله هيطلع مدير المستشفى هنا، هو طالع في القافلة إن شاء الله لا تطلع إن شاء الله المشاعر إن شاء الله. كما حرصت البعثة المصرية الرسمية للحجيج بالتأكيد على تفويج الحالات المرضية من الحجاج المصريين لأداء المناسك والوقوف بعرفة بالتنسيق مع السلطات السعودية. بنقوم بكل جهدنا لكي أنه يكون الحج حج آمن، ونحاول أنه نحن يعني نطلع بمستوى لائق في كل المجالات. الحجاج هنا عندنا بتكون عندنا عبارة عن طريقين لطلوعهم للحج، إما عن طريق يذهبوا مع بعثاتهم أو عن طريق القافلة اللي نحن ننظمها للحجاج اللي ما يقدروا يطلعوا مع بعثاتهم. فوت عليه في اليوم صباحي ومسائي، بنتابع لحد تحسن الحالة، ايه تابع ملف المريض الطبي يوميا صبح وبالليل عشان لو في اي اجراء محتاجينه او اي حاجة محتاجينها،
ولحد خروج الحالة بننسق مع البعثة عشان تخرج الحالة وتتابع معاه بحيث ما يخرجش لوحده من الإسعاف بس، فلازم حد من عندنا من البعثة يخرج معاه بالإسعاف لحد ما يبقى في البيت. قبول واستحسان من قبل المرضى المصريين لما يقدم لهم من خدمات علاجية مجودة سواء من السلطات السعودية أو البعثة الطبية المصرية. نزل مع السلم الكهرباء بتاع المدار، رحت متزحلق، رحت واقع عليه، عملت لي زي كدمة كده في رجلي، عجزتني عجيز زي ما تقول، كمان ما قدرش اتحرك منها خالص. بس فبصراحة الجماعة مشكورين، هم يعني موضوع الكلى ده ما جايمين بالجايب كله. خدمة الحجيج شرف لنا، واقع ملموس لمسه ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين خلال الخدمات التشخيصية والعلاجية التي قدمتها لهم السلطات السعودية لتوفير الأجواء الروحانية لهم في طمأنينة ويسر. محمد حلمي، النيل. ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون وافق على الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد أيام من الانشقاقات التي ضربت حكومته. وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن جونسون سيبقى رئيسا للوزراء حتى الخريف، مضيفة أن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجرى هذا الصيف، وسيحل الفائز محل جونسون بحلول أكتوبر المقبل. يأتي ذلك بعد أن أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم تواليا منذ الثلاثاء الماضي في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داون يانغ ستريت أثناء الحجر الصحي. قالت إليزابيث بورن رئيسة وزراء فرنسا في خطاب أمام الجمعية الوطنية إن الأولوية القصوى لحكومة الأقلية التي تترأسها هي مواجهة أزمة تزايد تكلفة أعباء معيشة الفرنسيين. بات الشعب الفرنسي يئن من أزمة تكاليف المعيشة، خاصة مع ارتفاع التضخم في يونيو الماضي إلى نحو 6%، وهو معدل غير مسبوق منذ حوالي 40 عاما في فرنسا. وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه ليست فرنسا فقط ولكن أوروبا، ألقت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن خطابا أمام الجمعية الوطنية البرلمان لعرض برنامج حكومتها السياسي. رئيسة وزراء فرنسا قالت إن الأولوية القصوى لحكومة الأقلية التي ترأسها هي التصدي لأزمة أعباء المعيشة، وفي نفس الوقت حثت المعارضة على العمل معها لتجنب حدوث جمود سياسي، قائلة إن الاضطراب وعدم الاستقرار ليس اختيارين مطروحين. وفي غياب تحالفات مع الأحزاب الأخرى، تواجه بورن الآن احتمال إجراء مفاوضات بشأن جميع مشروعات القوانين في البرلمان، حيث خسر تحالف الوسط الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو الماضي، رغم أن ماكرون فاز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة في أبريل الماضي. ومع تعذر تشكيل حكومة ائتلافية، سيكون الملف الرئيسي الأول المطروح مشروع القانون حول القدرة الشرائية الذي سيناقش اليوم الخميس في مجلس الوزراء، ومن ثم في البرلمان اعتبارا من 18 من يوليو المقبل. في مدينة سولفيانسكا الواقعة في شرق أوكرانيا، تواصلت عمليات إجلاء المدنيين الأوكرانيين الذين يتعرضون لقصف روسي عنيف. مع محاولة القوات الروسية التوغل في دونيتسك من لوغانسك باتجاه سلوفيانسك، دار قتال عنيف بين القوات الأوكرانية والروسية في اليوم 133 من العملية العسكرية الخاصة الروسية. أوكرانيا أعلنت إحباط تقدم القوات الروسية عند حدود لوغانسك دونيتسك، حيث أرسلت موسكو قوات نظامية وقوات الاحتياط الروسية إلى هناك في محاولة واضحة لعبور نهر سيفرسكي دونيتسك. وتركز روسيا على دونيتسك التي تسيطر هي وكلاؤها على أجزاء واسعة منها بعد إتمام سيطرتها على منطقة لوغانسك المجاورة يوم الأحد، ببسط سيطرتها على لستشانسك التي تحول جزء كبير منها إلى أنقاض.
وتقصف القوات الروسية أهدافا داخل دونيتسك بضربات صاروخية. ومن جهتها دعت السلطات الأوكرانية نحو 350 ألف مدني للخروج حفاظا على الأرواح ولوضع الترتيبات الضرورية للدفاع عن المنطقة في مواجهة القوات الروسية والموالية لها. وعلى الرغم من السلاء الروس على كل الأراضي تقريبا في لوغانسك، لكن القتال ما زال مستمرا في منطقتين صغيرتين داخل حدود لوغانسك، وتتعرض سلوفيانسك للقصف منذ أسبوعين حيث أصيبت سوق ومنطقة سكنية. لكن وزارة الدفاع الروسية تقول إنها لا تستهدف المدنيين وإنها تستخدم أسلحة عالية الدقة لمواجهة التهديدات العسكرية. وأعلنت أنها دمرت منظومتي صواريخ أمريكتي الصنع من طراز هيمارس ومستودعات الذخيرة الخاصة بها في منطقة دونيتسك، وهو تأكيد نفته أوكرانيا باعتباره زائفا. وفي كراماتورسك وهي مدينة في إقليم دونيتسك يتوقع أن تحاول القوات الروسية الاستيلاء عليها في الأسابيع المقبلة، استخدم جنود أوكرانيون وقليل من المدنيين سيارات وشاحنات مطية باللون الأخضر للحصول على ما يحتاجونه، وكان الكثير من السكان قد غادروها بالفعل وأصبحت شبه مهجورة في غمرة أجواء تبعث على الخوف. وتعرضت مدينة ميكولاييف الساحلية لقصف كثيف باستخدام قاذفات صواريخ متعددة لدك المدينة التي هجرها نحو نصف سكانها البالغ عددهم نصف مليون نسمة قبل الحرب، بعد أن خلت من وجود مناطق آمنة. في جزيرة بالي الإندونيسية يشارك اليوم سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا في أعمال وفعاليات اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي يبحث على مدى يومين قضايا دولية مهمة من بينها سبل تعزيز أمن الغذاء والطاقة. وتهدف الاجتماعات إلى التوصل إلى اتفاق بين مجموعة العشرين على مبادرة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي وتقلب أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب لقائه في كييف مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا إن بلاده تقدر كل ما فعلته أيرلندا لجعل روسيا تشعر بتكلفة ما وصفها بأعمالها الإرهابية. أصدقاؤنا الإيرلنديون على دراية تم بالتهديدات التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا وعلى العالم الديمقراطي بأسره. بحثت مع رئيس وزراء أيرلندا استجاباتنا المشتركة لتلك التهديدات، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فضلا عن قضايا الطاقة والإعداد لحزمة سابعة جديدة للعقوبات على روسيا الاتحادية. وتقدر أوكرانيا كل ما فعلته أيرلندا بالفعل لجعل روسيا تشعر بتكلفة أفعالها الإرهابية. فرضت الصين حجرا صحيا على ملايين السكان بسبب عودة انتشار وباء كوفيد 19 خاصة في شنغهاي. فرض حجر صحي على ملايين السكان في الصين بسبب عودة انتشار وباء كوفيد الذي أثار مخاوف خصوصا في شنغهاي بعد عودة القيود بعد شهر من إنهاء عزل طويل ومرهق. العزل جرى فرضه على شنغهاي أكبر مدينة في الصين لمدة شهرين لوقف أسوأ تفشي للوباء في البلاد منذ بدايته. وشكلت القيود الصارمة في العاصمة الصينية اختبارا صعبا لسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة الذين يواجهون مشاكل في توريد المنتجات الطازجة. ومع تسجيل إصابات في مدينة شنغهاي تم فرض إجراء فحوص لكشف الإصابات في معظم المناطق حيث تقوم السلطات بتتبع بعض الإصابات. ويخشى بعض سكان شنغهاي العودة إلى القيود بعد 5 أسابيع من رفع الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين في أكبر مدينة في الصين. ونشرت وسائل الإعلام الحكومية صورا لسكان مدينة شيان يصطفون في طوابير لإجراء اختبارات، لكنها أكدت أن المدينة تخضع للإغلاق. كما تشدد العاصمة بكين إجراءاتها الصحية حيث قررت اعتبارا من 11 يوليو عدم السماح بدخول المكتبات والمتاحف ودور السينما سوى للأشخاص المطعمين. وتقضي السياسة الصحية الصارمة بإجراء فحوص مكثفة وفرض حجر صحي إلزامي في حال أثبتت الفحوص وجود إصابات وعزل المصابين. وتعتبر الحكومة أن هذه طريقة ضرورية لاستخدام الموارد الطبية على النحو الأمثل والحفاظ على كبار السن الذين يشكلون نسبة قليلة نسبيا بين المطعمين. لكن هذه الإجراءات توجه ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي مع إغلاق العديد من الشركات أو تباطؤ الأعمال. نشاطنا متواصلة معكم وفيها
خدمات نقل جديدة وحافلات كهربائية بمحطة عدلي منصور لنقل الركاب. والآن مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد في بانوراما النيل، حيث أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء مع سفير الدنمارك بالقاهرة سفيند أولينج لبحث تعزيز علاقات التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والدنمارك، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات وجذب وتشجيع الاستثمار. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار على أهمية مشروعات التحلية، حيث تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون متر مكعب يوميا، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون متر مكعب يوميا. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان مع مسؤولي الوزارة لاستعراض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نبيل القباج ووزير الزراعة والاستصلاح الأراضي السيد القصير توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارتي التضامن والزراعة وجمعية خيرية، وذلك بهدف توفير الدعم الفني واللوجستي والمالي وتوزيع رؤوس العجول العشار من سلالات عالية الانتاجية على الأسر الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري. ويأتي هذا البروتوكول استكمالا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين الوزارتين ووزارة الأوقاف بغرض توفير الدعم الفني وتوزيع رؤوس العجول العشار على صغار المربين. ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 598.9 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 287 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.36%، كما صعد مؤشر EGX 70 بنسبة 1.16%. كشف المكتب الوطني للإحصاء في كينيا عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي قفزة نسبتها 6.8% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب 2.7% بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك مدعوما بالانتعاش القوي في قطاعات السياحة والغذاء والنقل والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأفاد المكتب بأن هذا النمو على أساس سنوي يرجع بشكل أساسي إلى التعافي في معظم الأنشطة الاقتصادية التي تقلصت بشكل كبير في الربع الأول من عام 2021 بسبب فيروس كورونا. نتحول إلى ألمانيا، حيث أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع أقل من المتوقع في مايو، وأدت مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين إلى صعوبة معالجة الطلبيات. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع 2% على أساس شهري بعد نمو معدل بالزيادة بلغ 1.3% في أبريل. ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بشركات النفط وصناعة الرقائق التي تلقت دعما من نتائج أولية قوية أعلنتها شركة سامسونج الكورية، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع البنك المركزي الأوروبي بحثا عن مؤشرات على رفع الفائدة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ب0.8%، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2%، كما قفز مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.3%. وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم
في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون السعي للاستفادة من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا مع صعود المعنويات بفعل المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة الماضية. وصعد المؤشر نيكي 1.74% وارتفع المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا ب 1.42%. قالت الحكومة الهندية في إشعار نشر اليوم أنها عدلت سياسة تصدير دقيق القمح وطلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير. وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو بعدما تسببت موجة حر حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وبعد الحظر قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة والتي تواجه صعوبة لتدبير امدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين. وقالت الحكومة إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 يوليو. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية أخبار الاقتصاد ونستمر معكم في بانوراما النيل. ففي إطار جهود وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي وتوفير خدمات متميزة لنقل الركاب، تم إنشاء أسطول لحافلات السوبر جيت بمحطة عدلي منصور لنقل الركاب، تم تصميمها وفق أحدث النظم العالمية وتوفير حافلات كهربائية وصديقة للبيئة. أسطول من حافلات السوبر جيت الحديثة ذات المواصفات الفنية العالمية وصديقة للبيئة والمجاورة لمحطة عدلي منصور المركزية لتستقبل الركاب فور وصولهم ونقلهم إلى أماكنهم بطريقة سريعة وآمنة، وتقع على مساحة تفدان وتتكون من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات. أتوبيسات إنتاج مصري وطبعا بشراكة أوروبية وهي على أعلى مستوى، متوفر بها كل الخدمات اللي بيعوزها الراكب. هي هاي ديك، فيها تكييف، فيها شاشات في الكرسي بيلت إن لصالح الراكب، فيها الحمام، فيها الميكر الخاص ببعض الحاجات اللي تخص الركاب. الأمان والسيفتي اللي موجود في تصنيعها ده بيسهل كثيرا كثيرا من إن الراكب يوصل لمواصلته أو جهته اللي هو وصل اللي طالبها. متواجد فيه أكتر من 6 وسائل مواصلات تقدر تسهل على الراكب إنه يتنقل من القاهرة، خاصة إن هي على أطراف المدينة زي ما حضرتك شايف، عشان على الأقل التكدس المروري اللي موجود نقلل منه بقدر المستطاع. بتخدم كل الاتجاهات اللي بيسافرها أتوبيس السوبر جيت الاتحاد العربي، شرم، الغردقة، اسكندرية، بورسعيد، سوهاج والأقصر وسفاجة والغردقة، كل الاتجاهات اللي احنا بنسافر فيها. ده متاح وبدأ التشغيل فعليا بمجرد انتهاء زيارة معالي رئيس الجمهورية وسيد وزير النقل يوم 3/7. بدأت الرحلات تخرج من المحطة والحمد لله رب العالمين، في إقبال وفي كثافة تدريجيا بتزيد مع الوقت. حافلات للسوبر جيت كهربية بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 رحلة تعمل من خلال كوادر فنية من السائقين مدربة على أعلى معايير السلامة والأمان لتقدم خدمة متميزة تليق بركاب العاصمة. الشاحنة تعمل بالشحن الكهربائي وصديقة للبيئة، ومميزات العربية كويسة جدا، والشحن بيمشينا حوالي 400 كيلو. ساحة للحافلات تسع 24 حافلة تستقبل أكثر من 5000 راكب يوميا، ليصل الراكب محطة عدلي منصور ويجد منظومة متكاملة من الخدمات للنقل الجماعي الحديث. خدمات متميزة للركاب من خلال توفير عربات السوبر جيت داخل محطة عدلي منصور، والتي تتميز بمواصفات فنية عالمية وصديقة للبيئة وتخدم أكثر من 1,000,000 راكب يوميا. من داخل محطة السوبر جيت بعدي منصور، أحمد ممدوح، النيل. في بيت السناري بالقاهرة نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة ثقافية تحت عنوان قاهرة المقريزي. وإحنا بنفتخر كمصريين وكشباب مصريين ومهتمين. التعريف والتوعية بتاريخ وتراث مدينة القاهرة هو هدف الندوة التي عقدتها مكتبة الإسكندرية في بيت السناري، والتي جاءت تحت عنوان قاهرة المقريزي. القاهرة هي أهم وأكبر مدينة إسلامية محتفظة بتخطيطها الأصلي ومقوماتها على امتداد أكثر من 1,000 سنة، وما لهاش نظير في المدن الإسلامية الأخرى. يعني اللي يروح حلب أو دمشق أو بغداد أو تونس أو كل القيروان، كل الفاس،
كل البلد العربية الإسلامية دي مش هتلاقي مدينة زي القاهرة محتفظة بقواماتها الأساسية. الندوة التي جاءت بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة أكد القائمون عليها ضرورة التوعية بمراحل إنشاء القاهرة بتفاصيل شوارعها ودروبها وتطور مساجدها ومدارسها وكل ما يتعلق بها. بيعدي 1053 سنة على نشأة هذه المدينة. المدينة دي ليها زوايا كتير جدا متعددة، يمكن تقريبا المدينة الفريدة على مستوى العالم اللي ألف فيها كتب مخصصة للخطط بتاعت المدينة في ذكر الحارات والدروب، المنشآت المعمارية، الفرق العسكرية اللي سكنتها باختلاف الوقت من الدولة الفاطمية منذ التأسيس حتى وصلت لهذا العمر المديد. تأتي هذه الندوة بمناسبة الذكرى 1053 لتأسيس القاهرة العامرة بمأذنها وبيوتها وكنائسها العتيقة. عمر حمزة، النيل. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات والأمطار تتجه شمالا. مشاهدينا ما زلنا معكم، وهذا الخبر الأخير في بانوراما النيل، حيث يواصل آلاف السكان بالساحل الشرقي لأستراليا فرارهم من منازلهم بينما تتجه الأمطار الغزيرة شمالا بعدما تسببت في وقوع فيضانات في سيدني حيث غمرت المياه الموحلة الطرق والجسور. يواصل آلاف السكان بالساحل الشرقي لأستراليا فرارهم من منازلهم بينما تتوجه الأمطار الغزيرة شمالا بعدما تسببت في وقوع فيضانات في سيدني حيث غمرت المياه الموحلة الطرق والجسور. السلطات في نيو ساوث ويلز حذرت من تشكيل مزيد من السيول في شمال أكبر مدينة في أستراليا، كما حذرت من أن الأنهار التي ارتفع منسوب المياه فيها بسبب الأمطار ما زالت تشكل خطرا في بعض أجزاء سيدني على الرغم من تراجع غزارة الأمطار في المدينة. ومنذ بداية الفيضانات قبل نحو أسبوع أصدرت إدارة الطوارئ أكثر من 100 أمر بالإخلاء، فقد طلب من 85 ألف شخص مغادرة منازلهم على الفور أو الاستعداد لمغادرتها قبل ارتفاع مستوى المياه. وفي كل منطقة غرب سيدني فاضت الأنهار وتحولت مناطق واسعة إلى بحيرات بينما اجتاحت المياه الموحلة المنازل ما أدى إلى قطع الطرق والجسور. وأعلنت الحكومة الفيدرالية حالة الكارثة الطبيعية في 23 منطقة غمرتها الفيضانات في نيو ساوث ويلز وقدمت مساعدات للسكان المتضررين. تتأثر أستراليا خصوصا بتغير المناخ إذ تتعرض باستمرار للجفاف ولحرائق غابات مدمرة إلى جانب فيضانات متكررة وتزداد بشدة. وقالت إدارة الأحوال الجوية إن الجبهة الممطرة سترتفع على طول الساحل في وقت لاحق من الأسبوع. ظهر مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق على الهواتف المحمولة يبشر بتبسيط عملية اختيار الأضاحي ودفع ثمنها وتكلفة ذبحها. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عادة ما تتجمع الحشود وتنتظر في طوابير طويلة إلى ساعات من أجل اختيار الأضاحي التي سيتم ذبحها يوم النحر، لكن تطبيقا ظهر في دولة الإمارات يبشر بتبسيط العملية للمضحين بما يسمح لهم باختيار أضاحيهم ودفع ثمنها وتكلفة ذبحها عبر هواتفهم المحمولة وتسلمها جاهزة عند أبواب بيوتهم. الهدف من التطبيقات هو توفير الوقت والجهد على المتعاملين وخصوصا بالأعياد لتخفيف الزحمة داخل المسالخ، خصوصا وجود الأمراض كوفيد 19 وفي أمراض أخرى يعني. وأحياء بالعيد نتيح وقت مناسب للأخوة المتعاملين لزيارة الأهل والأصدقاء وإضاعة الوقت في اختيار الذبيحة والمجيء إلى المسلخ والانتظار وقت من الزمن لاستلام الذبيحة. ويقدم تطبيق ذبائح الإمارات مجموعة منتقاة من الأضاحي من الإبل والغنم والبقر، ويمكن أن تتراوح الأسعار بين 190 دولاراً و 460 دولاراً حسب نوع الأضحية المختارة وحجمها. رقصة الورعة التقليدية المعروفة باسم رقصة الحرب أصبحت مؤخراً عنصراً أساسياً في حفلات الزفاف بسائر أنحاء اليمن.
يتميل البراء أو عازف الطبل اليمني أحمد خريش البالغ من العمر 12 عاما بشعره الأسود المسترسل بينما يقرع ببراعة طبلة مربوطة بخصره. وينتمي الطفل خريش إلى فرقة رقص شعبي متخصصة في رقصة البرع التقليدية في حفلات زفاف بأنحاء العاصمة اليمنية صنعاء. تتكون رقصة البرعة أو البرعة المعروفة أيضا باسم رقصة الحرب من مجموعة راقصة تتحرك في انسجام تام مع إيقاع الطبول وغالبا مع التلويح بالخناجر التقليدية اليمنية أو السيوف. من الناحية التاريخية كانت تستخدم رقصة البرعة ضمن طقوس الإعلان عن قدوم مهاجمين على القبيلة في مسعى لتحفيز المحاربين على الاحتشاد والتأهب لملاقاة المعتدين وصدهم. هذا البرعة كانت تدق طبول الحرب، يعني كانت كما بحرب ولا شيء تدق الطبول والبرعة درن في حرب، ودخلت في النكث، كانت ست بين القبائل وبين اللي كانت قضية كث، وبعدها تطورت ودخلت ولقت كانت انتهت من الماضي، والآن ارتفعت ذحين كل عرس ما يجي لها فيها برع. وخلال حفلات زفاف غالبا ما يمكن رؤية مجموعة راقص البرع في دائرة حول العريس بينما يشاهد الضيوف المتحمسون ويصفقون. البرع عادة يمنية قديمة منذ الأزل ولا بد منها في كل الأعراس، ولا يمكن الاستغناء عنها، وكل قبيلة وقرية تمتلك برعة وغناء خاص بها ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا في أي عرس، لا بد منها مهما كان صغير أو كبير. ويعد البراع أحمد خريش من أكثر البراعين المطلوبين في حفلات زفاف بصنعاء على الرغم من صغر سنه، إذ أن حبه لهذه المهنة وأداءها من قلبه هو الذي يجعلها محببة إليه، رغم أن البعض يرى أن فيها مشقة له نظرا لصغر سنه. وفي نهاية نشرتنا هذه تذكرة بأبرز العناوين. عقب افتتاحه عددا من مشروعات مصر الرقمية، السيسي يشدد على أن بناء الدول يحتاج لفكر متميز وصبر وتضحيات كبيرة. حجاج بيت الله الحرام يتدفقون إلى منى لقضاء يوم التروية. استقالات جديدة داخل الحكومة البريطانية، ووسائل إعلامية تقول إن جونسون سيتنحى عن قيادة حزب المحافظين. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.